مقارنة بسيطة بين الايزي 350 اللي تشيل الاصلية والتقليد وكيف تفرق بينهم. مرحبا، انا حمد طاهر ويا اهلا فيكم في قناتي. اليوم هوريكم كيف تفرقوا بين الايزي 350 اللي تشيل الاصلية والتقليد. بس قبل ما نبدأ الريفيو بس بقول حاجة على الايزي 350 اللي تشيل، هذا واحد من احلى شوزات الايزي 350، الوانه مرة جيدة، يمشي مع اشياء مرة كتير، ودا الشوز من اكتر الشوزات اللي بلبسها باستمرار بشكل يومي. ما انسى وقتها لما اشتريت الايزي اللي تشيل الاصلية قبل كورونا، كان وقتها ما تنباع اونلاين وتروح توقف طابور بالساعات عشان تشتريها. اما التقليد اخذته من واحد صاحبي في البلد، اخذته عشان اسوي مقارنه بينه وبين الاصليه، ودي من اكثر الشوزات الايزي اللي تشيل اللي مره قريبه من الاصليه. يلا نشوف بيرول على الايزي الاصليه. ودحين خلينا نشوف بيرول على الايزي التقليد. قبل ما اروح للتوب ريفيو بس ابغى اقول لكم انه الايزي 350 اللي تشيل من اكثر الوان الايزي 350 اللي صعب في التقليد، يمكن عشان فيها الوان كثير يعني من بعيد ما تقدر تفرق. خلاص كفايه كلام وتعالوا اوريكم الفروقات من قريب. طيب يا جماعه، هذا شكل الايزي 350 اللي تشيل الاصليه والفيك من التوب. طبعا الاصليه هذه حقتي مقاسي مقاس 10، وهذه زي ما قلت لكم اشتريتها من البلد بسعر تقريبا 100 ريال، مقاس اصغر لانها مقاس نسائي. بس هقول لكم الفروقات اللي انا لاحظتها على السريع. يعني قبل ما اقول لكم ايش الفروقات، صراحة ما في اي فروقات واضحة يعني الا لما تدقق مرة. يعني الرباط اول حاجة كلها شبه بعض، يعني حتى لما صورت الشوزين بفلاش كلها ادت ريفلكتيف، عكس الرباط هنا وهنا، وبرضو هذه الاسترايبس اللي هنا برضو عكست. طيب اول فرق لاحظته من جوا، من هنا مكتوب اديداس يزي، العلامة والكتابة والخط مختلف شوية، يعني مرة اختلاف بسيط. هذا أول اختلاف. ثاني اختلاف الكعب، هنا تيجي أعرض شوية وهنا تيجي نحيفة شوية. ثالث اختلاف لقيته بالنسبة للي تشيل، لأنه مرة صعب أنه تتقلد. طبعا أنت أحسب أنك أنت لابس اللي تشيل، يعني اللون الأبيض هيكون أسهل من كده بكثير. بس لاحظت انه هنا اللون هذا البيج صعب انهم يجيبوه بالطريقة دي، هنا جاي على رمادي شوية وهنا جاي على بيج. هذه طبعا الاصلية وهذه التقليد. اخر فرق صراحة لقيته هو فرق برضو مرة بسيط، انه هذه الخطوط اللي هنا، هنا تجي في الاصلية سميكة وهنا في التقليد تجي شوية نحيفة. هذه الاربع فروق، الخطوط هذه، اللون هنا يجي بيج وهنا يجي رمادي، والكتابة اللي من الداخل، والكتابة اللي من الداخل، والكعب. وفي حاجة تانية بس برضو مهي مرة واضحة، اللون اللي هنا نفسه اللون هذا، هنا يجي على أزرق وهنا يجي على شوية رمادي. يعني من بعيد وانت ماشي ما حد يقدر يقول ايش الفرق بين الأصلية وبين التقليد. ما هقدر اوريكم كيف في اللبس لانه هذه بصراحة مقاسي ولابسها لي فترة، وهذه بصراحة ما هي مقاسي بس اشتريتها عشان اسوي مقارنة بينه وبين الاصلية. في النهاية يا جماعة اتمنى يكون عجبكم الريفيو، اكتبوا لنا في الكومنت ايش رايكم في الايزي التقليد والايزي الاصلية. انا عن نفسي ما يفرق معايا اذا انت بتلبس اصلي ولا تقليد، ولا انا يفرق معايا اذا انا بلبس اصلي ولا تقليد. اهم شيء انك لا تبيع التقليد على انه اصلي، هذا اهم شيء في الموضوع. لا تنسوا تسووا فولو صفحة الانستغرام سناب اللي بيعرف عني برا اليوتيوب، سناب مؤيد.
لايك اللي وصل لده البارت مع حلقة يسوي لايك ويشترك في القناة ويفعل جرس التنبيهات. وفي جملة بقولها في الفترة الأخيرة: share وtake care.